الأستاذ مسعدة، وشكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمسؤولين في الدولة وفي ولاية وهران الحبيبة على هذه الدعوة الكريمة التي أسعدتني وشرفتني. ويشعر الإنسان دائما أنه إذا وصل إلى الجزائر وقد وضع قدمه في أرض البلاد وأرض المروءة وأرض الشهداء، فهنيئا لمن زار الجزائر وعزاء لمن لم يأتي إلى الجزائر. فالحمد لله أنني من القسم الذي يعني بفضل الله من الله عليهم بزيارة الجزائر مرات ومرات، بعد الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في كل طاعة في الدنيا وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا